التواصل يستمر مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل في كل مكان، نسير بحضراتكم مع شوطنا القادم وهو الشوط الثاني عشر في انطلاقات هذا اليوم. الشوط الثاني عشر خاص بالجعدان الإذاع، ونسير مباشرة إلى المقدمة حيث يتقدم منذ البداية في هذه اللحظات مسامح لهجني سيح السلم، يسيطر على المقدمة بقيادة سعيد بن سالم الجنيبي، يحتل المركز الأول. سلهود يأتي على ثاني المراكز، تعود ملكيته لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، التضمير لدى المضمر طارش بن مبارك بالقوبع. انتقل إلى المركز الثالث، هجني سيح السلم، هنا يتواجد زعفران ويقدم هذا الأداء الجميل بقيادة سيف بن أحمد بن خريدة. وصل خذ المركز الثالث. المركز الرابع شاهين التابع لمؤسسة العاصفة وهجنها مع المضمر غياث الهلالي، المركز الرابع بينما في المركز الخامس أسير إلى عجيب في المركز الخامس بشعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، التضمير لدى مختار بن أحمد يأتي في هذا الموقف وهذا القمة. المركز السادس من الجانب الآخر بشعار ها هو الحساس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. المركز السابع أتابع النخلي في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة علي بن هزيم المسافري، من حقق نقطتين في هذا الصباح حتى اللحظة. المركز الثامن نتابع في هذه اللحظات حشيم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تضميرا وتدريبا ياتي عبيد بن محمد بالضبيعة. المركز التاسع شاهين من هجن العاصفة، عاشرا كذلك شاهين من هجن العاصفة. هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى. غياث الهلالي في عملية التضمير. دعنا على حضراتكم ما دار من تحدي ومنافسة في أول بداية من خلال هذه اللحظات في أول التحدي ومع هذا الشوط انطلاقة وتحدي ومنافسة، ولكن عودة إلى البداية، عودة إلى مسامح كما أنت مسامح، والمسامح كريم في المقدمة والصدارة. هو مسامح التابع لهجن سيح السلم بقيادة العنيد سعيد بن سالم الجنيبي، بعدما قدم أيضا في هذا الشوط نقطة مميزة ومشاركة ثمينة بالمنافسات، قدم منبع والآن يقدم مسامح. يأتي الآن على المركز الأول. المركز الثاني نتابع المركز الثاني الآن دخول وتقدم من سلود أو انخلي. انخلي قادم بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، التضمير لدى علي بن هزيم المسافري، يحتل المركز الثاني. انتقل الى المركز الثالث والى شاهين لهجن العاصفة، غياث الهلالي في تضميره، سلهود على المركز الرابع من الجانب الاخر بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر طارش بن مبارك بالقوبع. لكن بدأ حشيم الآن يتقدم ويقلص الفارق بينه وبين البقية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وعملية التضمير والتدريب لدى عبيد بن محمد بن ضبيعة. المركز السادس الآن نتابع في هذه اللحظات، واللي وصل عجيب لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد، يضمر ويتابع مختار بن أحمد في هذه اللحظات، يحتل المركز السادس. المركز السابع وصولا وتقدما من الحساس بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر ويتابع عتيج بن سالم بالعرضي الحميري، وكذلك القادم زعفران من هجن سيح السلم على المركز الثامن، وسيف بن أحمد بن خريدة بالمرصاد في عملية التضمير. هذه النتيجة لمراكزنا المتقدمة مشاهدينا الكرام في هذه المنافسة وهذا التحدي. أعود إلى المركز الأول. يا سلام، مسامح في مقدمة هذا الشوط، يرفض الاستسلام
ويقدم المشاركة المميزة في هذا اليوم ما شاء الله وتبارك الله، يعني يأتي على القمة يريد أن يضيف إنجازه الماضي. نفس الشوط في الأسبوع الماضي قدم مسامح مشاركة وعرض ممتاز مثل ما قدم منبع كذلك مشاركته في الأسبوع الماضي. اليوم بنفس السيناريو، نفس السيناريو يتقدم مسامح بالمركز الأول 1200 على خط النهاية، ومسامح لجنسي حسلم بالمركز الأول مع المضمر سعيد بن سالم الجنيبي، ونخلي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد وراد المكتوب علي بن هزيم المسافري لتضمير المركز الثالث حشيم لسمو الشيخ حمدان بن محمد وراد المكتوب. ياتي المضمر عبيد بن محمد بالضبيعه في عمليه التضمير، ولكن مسامح 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 لا يزال على المركز الاول، يقدم عروضه في الاسبوع الماضي، يجدد كذلك روح النشاط والتحدي والمنافسه، يضيف إنجازة، يكرر الإنجاز مع مقدمة الشوط. مسامح مسامح هجني سيح السلم بالمركز الأول باستدارة هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله، يبدع ويمتع مع جماهيره ومحبينه في هذا الأسبوع مثل ما قدم الأسبوع الماضي منبع ومسامح، هذا الأسبوع منبع ومسامح بنفس الأشواط نفس السيناريو ما شاء الله. تضمير العنيد سعيد بن سالم الينيبي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. ها هو امامكم مشاهدينا الكرام بدون اي منافس على الاطلاق، بدون اي تعليمات، عصاف بطانه راقده وامنه، راقده وامنه ما شاء الله تبارك الله، اداء جميل، اداء ممتاز، هجني سيح السلام تقدم انجازاتها خارج وداخل الدوله بالانتصار بالنواميس وبهذا الشعار المعروف طيب الله ثراه من صنعه وقدمه في ميادين السباق. تهانينا والناموس لهجني سيح السلام وللمضمر سعيد بن سالم الينيبي العنيد. المركز الثاني حشيم لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورايد المكتوم. نخلي في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورايد المكتوم. المركز الرابع ياتي سلود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد ورايد المكتوم. خامسا الحساس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجه. التوقيت الزمني امامكم عبر شاشه التلفزيون مشاهدينا الكرام 7 دقائق 55 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو لهجن سيح السلام وللمضمر سعيد بن سالم الجنيبي على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني حشيم 8 دقائق 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز لسمو الشيخ حمدان بن محمد وراد المكتوم وللمضمر عبيد بن محمد بالضبيعة. المركز الثالث نخلي قطع المسافة 8 دقائق 2 أجزاء من الثانية، والتهنئة للمضمر علي بن هزيم المسافري.